bounds. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من قناة عبد العال وفيديو كومباك شرح طريقة فتح جوجل. لكن ناس كتيرة بتشرح على اليوتيوب بيقول لك حط الكود معلش يشيل بقى الكارت الشريحة عشان الشريحة السبب في ده كله ولا يعمل ده ومش ده كله هكس. اقسم بالله انا شاري الشريحة هي زي ما انتوا شايفين وسمعت كلامهم، لكن هم كلهم كلامهم هكس فاكس، ما بيفهموش في اي حاجة حرفيا ومش عندهم اي خبرة في اي مجال. فانا اقول لك ازاي ان احنا هنحل المشكله ان هي بتاعت الكود، لان دي غلطه من عندهم وهم دماغ، والله هم دماغ. فازاي بقى؟ انا هقول لك ازاي. اول حاجه عندنا نتاكد ان انا جوه النظام عشان الناس ما تشكش فيا، انا جوه النظام اهوت كده. هخش على كده ان انا ابدا ان انا امسح جوجل كروم عشان الناس ما تشكش فيا. فانا مثلا اهوت اخش على ضبط معاكم وعلى التطبيقات وجوجل كروم هنزل لقيت تحت اهوت ومكان التخزين ودارة التخزين. يعني بص انا مسحه اصلا خلقه قبل ما ابدا الفيديو، بس همسحه تاني قصادكم يعني كله صفر. وادوس مسح جميع البيانات موافق اهوت عشان الناس تتاكد بس موافق كده تمام. مسح معايا جوجل كروم. الناس بقى على اليوتيوب بتشرحها بطريقه غبيه جدا لان هم حمريه رهيبه. فانا اقول لك ازاي نحل المشكله دي. انت انا شلت الشريحه وعملت كل حاجه لكن هم حمريه برضو. ندوس على جوجل كروم. بعد كده اهو جوجل كروم يفتح معايا على طول زي ما بيفتح معاكم. ده جيميل بتاعي وده انا كده اهوت كده ده اللي هيظهر قدامنا. الناس على اليوتيوب بتكتبها ازاي بقى عشان دول اسمهم حمريه رهيبه؟ بيكتبوا 6 4 2 2 7 بيشرحوا كده بالظبط. والله 120 اسف ايه ده 120 2 3 1 بيشرحوا كده. والله بص انا هما بيكتبوها كده وانت بتكتبها كده وراهم بتلاقي الدنيا ما بتشتغلش، بتلاقي كده صح. ده نفس اللي بيحصل عندي والله، والله ده نفس اللي بيحصل عندي لان هما حمريه رهيب هو يا جماعه ما بيشتغلش لان هما دي اسمها حمريه رهيبه. بينسوا يكتبوا حاجات قبل ما يكتبوا الكود. انا هقول لك ازاي ده بقى. انا هقول لك اتعلم اتعلموا شويه حماريه. بص يا جدعان هنكتب زي ما انا هكتب كتاب بالظبط. بصوا اتش تي تي بي اس. ينسوا يكتبوا الحاجات دي فطبيعي الناس لما تيجي تطبق وراهم مش هيشتغل. طبيعي الناس هتيجي تطبق وراهم مش هيشتغل. اتش تي تي بي اس سلاش سلاش هعمل زوم عشان الناس تشوف كويس. بكده نكتب الكود عادي تماما. اسف اه كده تمام. نكتب الكود تاني 6 4 2 2 2 2 7 120 تمام. هو لغايه دلوقتي بيحمل على الكود القديم اللي هو اللي احنا بنكتب ده لوحده ما بيشتغلش معانا زي ما انتوا عارفين. ماشي 2 3 1 2 2 3 1 ده كود اللي كل بيكتبه ده انا اسف هم بيكتبوا الكود العادي لكن انا بكتب ده. وبص يا هم اتعلموا يا شويه بهايم، اتعلموا يا شويه بهايم انكم يعني بتنسوا تكتبوا ال HTTPS وتقولوا للناس ان هم يكتبوا الكود على طول وهشتغل معاهم في الاخر ما بيشتغلش معاهم يا شويه بهايم. حرفيا انتوا بهايم والله. هو كده اشتغل معايا. وازاي هفتح اليوتيوب؟ هقول لك انا ازاي تفتح اليوتيوب دلوقتي اهوت وتفتح كل حاجه واشتغل معاك اليوتيوب ازاي اهوت. انت مثلا دلوقتي جي اهوت معايا تماما اهوت اسف يعني على الزوم والكاميرا والدنيا بايظه معايا معلش لان لسه راجع. والكمباك لازم تبقى شيقه للغايه. يعني انت شويه بهايم اهوت عندكم اليوتيوب اهوت شويه بهايم بينسوا يكتبوا ده معلش سامحوهم. شويه بهايم يجي يقول لك معلش الشريحه واهمل الشريحه وهي اصلا مش في الشريحه ولا فيها اي حاجه. انا مثلا نخش على اليوتيوب اهوت اليوتيوب تحت دوس على اليوتيوب اشتغل معانا اليوتيوب اهوت. اتفرجوا يا جدعان اتفرجوا على الناس اللي تفهم يعني مش ناس تانية دماغ وبس وكل حياتهم دماغ. لا اتفرج اتعلم. ده تويتر
ومش كده بس، انت ممكن تفتح كذا واحدة مع بعض. اهوت مثلا انا اهوت اهو ادوس هنا اهوت اكتب مثلا 6 4 هيجي معايا تاني، ادوس عليه تالت يفتح معايا واحدة تانية، ادوس هنا اهوت اهو ده اليوتيوب. انا بدوس على حاجة غلط ولا مش عارف والله، بس يعني تمام. نفتح تالت علامة تبويب اهوت عادي تماما، بكتب 6 بس بيجي لي بتاع معايا اهو اليوتيوب. يوتيوب والشاشة بتشتغل عرض كامل وكل حاجة، وهنا بندوس مزيد من المعلومات وموافق وبيشتغل معانا اليوتيوب والدنيا فوق العظمة. ما تنساش اللايك وسبسكرايب عشان الفيديو في الشكل ما يجيش، لأن الطريقة دي مفيش حد عملها قبل كده وكلهم دماغ دماغ دماغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.